دي الحلقة الأولى من سلسلة مشاريع باب رزق. أنا علي ناصر هكون معاكم النهاردة أوضح لكم إزاي نعمل مشروع طلاء باستخدام النيكل أو الفضة أو خلافه لطلاء المعادن أو البلاستيك أو الخشب. الأول تعالوا نتعرف إيه موضوع الطلاء بالنيكل كروم دوت أو بالزنك أو بالفضة. الموضوع هو ببساطة إن أنت معاك منتج، العميل جاب لك منتج معدني أو منتج خشبي أو بلاستيكي، وأنت بتعمل إيه؟ بتدي له طبقة عزل من الكروم ده من نيكل مثلا عشان تحميه من التآكل والصدأ. يبقى الخدمة اللي انت بتقدمها للعميل هي طبقة الكروم او طبقة الزنك او طبقة الفضة اللي بتحمي المنتج بتاعه من الصدأ والتآكل. طبعا الكلام دوت بيتم عن طريق الترسيب الكيميائي او تحويل الطاقة الكهربائية لطاقة كيميائية، وهنوضح الكلام ده قدام شوية بالتفاصيل اكتر. طب ايه المنتجات اللي العملاء ممكن يجيبوها لي عشان نطليها؟ منتجات زي جنوط العربيات والاساس المنزلي. يعني مثلا بص على القطعة دي قبل الطلاء وبعد الطلاء اكتسبت له، يعني دي طبقة نيكل خدت لون فضي شوية. برضه ممكن نطلي منتجات زي الاكسسوارات وقطع الديكور والميداليات والتحف وبالوان كمان كتير مختلفة. طب بشكل عملي وعلى ارض الواقع ايه اللي انا محتاجه عشان انفذ المشروع ده؟ انت محتاج يكون عندك مساحة او مكان عمل، ورشة صغيرة من 70 ل 100 متر مربع. محتاج كمان تشتري 3 احواض غسيل، نقول متوسط مثلا الحوض يبقى 200 لتر. محتاجين نشتري حوض كهرباء وده بيتباع عند شركات الطلاء، يعني ساعة مثلا 200 لتر. برضو الحوض الكهرباء دوت هتلاقي السعر بتاعه ممكن من 10,000 ل 25,000 كمتوسط سعر، ممكن يبقى اكتر شوية واقل شوية. التكاليف هي تكاليف بسيطة مش هتبقى تكاليف عالية. هنبدأ دلوقتي نتكلم على المراحل اللي احنا بنعملها عشان نطلي المنتج بالتفصيل وازاي تشتري الخامات وبالمكونات اللي انت هتحتاجها. نتكلم دلوقتي على المراحل اللي بتتم عشان نطلي المعدن بطبقة النيكل. فالمكونات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي هي للنيكل، في بتختلف للفضة وبتختلف لأي يعني نوع طلاء آخر، بس احنا هنركز على النيكل كروم. اول مرحلة بتبقى هي مرحلة الغسيل والتنظيف، وده بنحتاج حوض 200 لتر مثلا. الحوض دوت بنحط فيه 4.5 كيلو صوديوم وكيلو ونص هيدروكسيد صوديوم وكيلو و200 جرام كربونات صوديوم و2 كيلو ونص فوسفات تريزيليك. الكيماويات دي هتلاقيها موجودة في السوق والسعر بتاعها ممكن يعني متوسط من 20 جنيه، يعني كمتوسط سعر للكيلو 20 جنيه. بعد مرحلة الغسيل والتنظيف هنبدأ نخش على المرحلة التانية، وهي ان انت تغطس المنتج في حوض فيه مية. وبعد كده نخش على المرحلة التالتة وبيبقى فيه حوض 200 لتر فيه مية، كله مية، وفي 3 لتر هيدروكسيد صوديوم. بعد كده نرجع نغطس المنتج كمان مرة، المرة الرابعة، المرحلة الرابعة، نغطسه كمان في المية عشان نضمن التنظيف الشامل. المرحلة الخامسة وهي ان احنا بنعلق المنتج بتاعنا في حوض الكهرباء. حوض الكهرباء ده احنا ممكن نطلي باستخدام مادة زي النيكل او الزنك او الفضة، بس احنا هنقول المكونات للطلاء بالنيكل كروم. لو فرضنا ان احنا معانا حوض سعته 200 لتر هنحتاج المكونات اللي هقولها دلوقتي، و هتكون لكل لتر مية هنحتاج 300 جرام سلفات نيكل و70 جرام كلوريد نيكل و1 لتر فابيكستور نيكل، وهنحتاج أسيد بريك 50 جرام و150 ملي لتر من البيورنور و1 لتر مايو. كل المكونات دي هتلاقيها موجودة في السوق، وهحط لكم لينكات ازاي تشتري الموضوع دوت من السوق. المهم ان العملية دي بتاخد من 3 دقايق لخمس دقايق. فالعامل اللي واقف على الحوض دوت بيبص كل شوية بعد 3 دقايق بيشوف هل المنتج بتاعه خد طبقة اللون بتاعت النيكل كروم ولا لسه، يعني متوسط من 3 دقايق لخمس دقايق. بيستهلك قد ايه كهرباء؟ بيستهلك من 5 ل 20 فولت في الخمس دقايق دول، وطبعا ده على حسب حجم ووزن المنتج، ممكن يبقى اكتر شوية او اقل شوية. المرحلة السادسة والاخيرة وهي ان احنا ممكن ندي طبقة ورنيش للمنتج بتاعنا وبعد كده نجففه ونسلمه للعميل.
كده هي دي مراحل اللي بتتم عشان نطلي بطلاء النيكل كروم. بعد ما تعرفنا على كل المراحل اللي بتتم عشان نطلي بالنيكل كروم، خلونا نتكلم على مرحلة الحوض الكهرباء، نفهم الفكرة بتاعتها ازاي الحوض الكهرباء ده بيطلي. ببساطة كده حوض الكهرباء دوت هي بيقوم بعملية اسمها عملية الجلفنة. عملية الجلفنة هي عملية طلاء عن طريق الترسيب الكيميائي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني بيبقى فيه معدن زي النيكل كروم او الفضة او الزنك، وبنعمل له تسريب وناخد التسريب بتاعه ننقله على المنتج بتاعنا عشان يعمل الطبقة دي. الطبقة دي بتتم، يعني الموضوع ده بيتم عن طريق ايه؟ بيتم عن طريق تحويل الطاقة الكهربائية لطاقة كيميائية. ببساطة كده احنا بيكون معانا منتج، ده هنعلقه في الطرف السالب ونعتبر ان هو كاسوت، والنيكل هنعلقه في الطرف الموجب ونعتبر ان هو انود، ونبدأ نوصل الكهرباء عن طريق توصيل الكهرباء، انتقال الكهرباء تبدأ تنتقل، التسريب يحصل تسريب كيميائي ما بين طبقة الزنك او النيكل للمنتج بتاعنا. فده ببساطة اللي بيتم داخل الحوض الكهرباء. يعني عن طريق تسريب مادة زي النيكل او الفضة، بناخد التسريب ده ويلزق في المنتج بتاعنا الخشب او المعدن او البلاستيك. دي كده ببساطة عملية الجلفنة او عملية الطلاء في حوض الكهرباء. المشروع بتاعنا ده مشروع يعني يعتبر تكاليفه مش عالية، تكاليف متوسطة وبسيطة، وفي نفس الوقت بيفتح باب رزق كبير، وممكن مهندسين وفنيين يشتغلوا فيه، بيطلب حاجات كتير، حاجات منتجات كتير زي اللي احنا وضحناها، ومنتجات زي المنتجات الموسمية، يعني الشوايات، المنتجات اللي بتستخدم في العيد الكبير وفي رمضان، الحاجات دي بيبقوا عايزين الألوان ديت والحاجات وطبقة العزل، الأحداث الرياضية، الميداليات، الميداليات والكؤوس برضو بتبقى محتاج، وبيجي لك شغل بالكميات. ضيف لي الإيميل بتاعك وهرسل لك دراسة جدوى شاملة بكل التكاليف وكل الخطوات اللي أنت محتاجها عشان تعمل المشروع ده بشكل تسويقي وشكل علمي جيد. لو الفيديو مفيد ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان تتابع كل ما هو جديد، وقولوا لي إيه رأيكم وإيه المشروع اللي إحنا عايزين نتكلم عنه في الفيديو الجاي. تحياتي علي نصر.